الإبداع هي جمعية مغربية تأسست في يونيو 2015 على يدي عبد ربيه ومجموعة من الشباب الطموحين اللي وحداتنا نفس الأهداف ونفس الواجبات تجاه وطننا الحبيب. احنا اليوم في مهرجان كفالة في دورته الأولى. هذا المهرجان اللي ولله الحمد كان فكرة ورؤية حتى ما قبل التأسيس، واليوم تأتنا لنا قد في ثمرة هذه المجهودات اللي في خضم العمل الاجتماعي اللي كتسهر عليه جمعية مغرب الإبداع كأحد أهم أهداف اللي كيتضمنها القانون الأساسي للجمعية. بعد زيارات كثيفة وحتى تظاهرات وحفلات اللي نظمتها جمعية مغرب الإبداع للمؤسسات الاجتماعية، ارتئينا أنه دعمنا وحبنا ومساعدتنا للطفل اليتيم في المغرب يجب أن تتعدى هذا السقف الاحتفال أو الترفيه، ولكن يوصل لوحد تنمية مستديمة والدعم مستدام لهذا الأطفال. وهكا جات قضية الكفالة هي أساس هذا المهرجان، وهي نقدر نقوله حسب الأخصائيين اللي هم مستشارين الجمعية في هذا المهرجان، هي أفضل هدية أو أفضل واجب ممكن أنه يأخذه طفل يتيم مغربي، أنه يلقى واحد الأسرة تكفل به، أنه يكبر وسط أب وأم ماشي بالتبني ولكن بالتكفل، أنه يتكفلوا به وينشئ واحد نشئة في ظروف جد مناسبة دون نسيان أو دون بخس مجهودات العظيمة والجبارة التي تبذلها جميع المؤسسات الاجتماعية في المغرب لرعاية الأيتام. مشكورة من هذا المنبر الكريم، احنا هنا باش نعاونوهم ونعاونو هاد الوليدات، وهذا واجب ديالنا المجتمع المدني وجميع الجمعيات في المغرب.